المنوعات الدرامية في ذكرى رحيل الفنان عبد الحليم حافظ بالاستماع إلى هذا البرنامج الخاص العندليب لا يغيب الذي كتبه عبد الله أحمد عبد الله وأخرجه محمد المساح في نصف ساعة. مثله الفنان سمير حسني وأيضا الملحن الكبير الراحل محمد الموجي الذي جسد شخصيته الحقيقية بصوته في هذا البرنامج النادر الذي يؤرخ لحياة فنان قل أن يجود الزمان بمثل فنه لأنه العندليب الذي لن يغيب عن ذاكرة ووجدان المستمعين. الحالم على قيثارة الغناء مع من أطرب سمع الوجود وترك بصمة الخلود مع الزهرة التي نشرت أريجها وشذاها وعطرت سماء النغم مع العندليب الأسمر الذي نعيش اليوم ذكراه العندليب لا يغيب برنامج خاص كتبه عبد الله احمد عبد الله. ضيف البرنامج الفنان الموسيقار محمد الموجي. العندليب لا يغيب اخراج محمد المساح. مين انا عايز اعرف مين انا ليه انا عايز اعرف ليه انا اختارت الدنيا المعاد اختاروا اسمي في الميلاد اختارت الدنيا المعاد اختاروا اسمي في الميلاد لكن بإيدي بدايتي ولا بإيدي نهايتي لكن بإيدي بدايتي ولا بإيدي نهايتي ولا بإيدي نهايتي مين أنا. اسمه عبد الحليم علي إسماعيل شبانة، ولد بقرية الحلوات مركز هيهيا بمحافظة الشرقية يوم 21 يونيو عام 1929، ورحلت أمه يوم مولده. وبعد أيام من رحيل الأم رحل الأب وهو في 30 من عمره، وهكذا عاش من يوم مولده يتيما. هو الابن الرابع، وأكبر إخوته هو الفنان إسماعيل شبانة الذي اعتزل الغناء بعد رحيل شقيقه عبد الحليم نجم هذا البرنامج. دخل عبد الحليم حافظ الكتاب لتحصيل مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم، وحصل على الشهادة الابتدائية وهو في 11 من عمره، ثم التحق بعد ذلك بمعهد الموسيقى العربية. تخصص الطالب المبتدئ عبد الحليم في دراسة آلة الأبوة حتى غدا واحدا من أحسن عازفيها، كما التحق بالمعهد العالي للموسيقى المسرحية، وقد كان في دفعته يوم التخرج
كل من زملائه كمال الطويل، احمد فؤاد حسن، عبد العظيم عبد الحق، علي اسماعيل، وفايدة كامل. عمل عبد الحليم بعد تخرجه مدرسا للموسيقى في مدرسة للبنات بطنطا، ثم في الزقازيق، ثم في القاهرة، كما عمل عازفا للأبوة في فرقة موسيقى الإذاعة تحت قيادة الفنان محمد حسن الشجاعي. ولأن عبد الحليم كان يملك صوتا مبشرا، فقد تهيأت له فرصة الغناء حين التقى بصديقين هما المؤلف سمير محبوب والملحن محمد الموجي، فتلازموا تجمعهم الهواية والأمل في المستقبل. وكانت لهم في البداية أغنية نالت نجاحا كبيرا عندما تهيأت لها الظروف الطيبة. ضفيني مرة وجفيني مرة، ضفيني مرة وجفيني مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة. طفيني مرة وجفيني مرة. وشهدت شوارع حي العباسية بالقاهرة ليالي حتى الفجر جمعت بين الهواة الثلاثة عبد الحليم والموجي وسمير محبوب. ايه وبعدين يا اساتذه؟ خلاص احنا عقدنا على صفيني مرة وبس. جرى ايه سمير؟ لا 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 لا، باذن الله انا مجهز لك يا موعدني بكرة. ها تخلصها امتى يا موجي؟ تخلص باذن الله، بس المهم لازم نوسع دائرة انتشارها. الحمد لله والغنوة عملناها عجبت الناس، عاوزين بقى نوصل صوتنا لأبعد من العباسية ومن المنيل. عظيم جدا. شوفوا بقى، أنا من رأيي عبد الحليم يقدم في الإذاعة علشان يشتغل مطرب، والميكروفون هو اللي هيقدمه للناس. في فرصة كويسة في اسكندرية. فرصة؟ فرصة إيه يا موجي؟ المعلم صديق أحمد متعهد الحفلات، عامل موسم صيفي بفرقة في اسكندرية يجنن. طب يرضى يشغلنا معاه؟ نكلمه نروح سوا. ايوه بس هنروح له فين؟ انا عارف فين، هو النهارده في مصر بياخد موسيقيين. يلا بينا نلحقه قبل ما يرجع على اسكندريه. وانتوا يا ابني عندكم فرقه موسيقيه تشتغل معاكم؟ انا الملحن وانا اللي همسك العود. وانا المؤلف وحمسك الايقاع طبعا بعرف فيه. وانت يا سي عبد الحليم بتقلد مين؟ انا ما بقلدش حد، انا بغني حاجاتي انا. يعني بتغني اغاني عبد العزيز محمود ولا محمد انديل ولا محمد امين؟ ولا حد من دول ولا من غيره. هو انتوا كلكم كده مولودين اساتذه؟ مش المغني اول ما بيطلع بيغني الاغاني المشهوره في السوق؟ بس احنا لينا سكه تانية. نعم اخويا سكه تانية، ان شاء الله تكون سكه السلام. يعني بقى غنوا لنا البتاع اللي سمعتوها لي دي. وجاهزين بغيرها اسمها يا موعدني بكره. طيب طيب شوفوا، عارفين البرنامج عندي مسحوم نمر كتير ورا بعضها، اطلعوا انتوا بقى في الانتراك تقولوا اللي هتقولوه. طيب الاتفاق هيكون ازاي؟ نعم اخويا اتفاق. اتفاق ايه يا ابني؟ يعني الاتعاب ولا مؤاخذه؟ هو انتوا ماشيين اغمزكوا بنص جنيه تفرقوه على بعض؟ نص جنيه لتلاته فنانين؟ والله بقى ده الموجود ان كان عجبكم. انا قصدي اشجعكم وانتوا بختوكم. ايه قلتوا ايه؟ موافقين يا معلم صديق نيجي من الليله دي؟ باذن الله تكونوا جاهزين تملوا الاستراحه على ما الناس تاخد سندوتشات ولا قهوه ولا ولا ولا. وقدم عبد الحليم حافظ في اول ليله يواجه فيها جمهورا كبيرا في الاسكندريه اغنيته صافيني مرة، وفي ظل هذا الظرف التعس. لكن النتيجة صدمت الهواة الثلاثة، فقد رفض الجمهور سماع المطرب الناشئ في اغنية غير معروفة. هذا الرفض الظالم للجديد الذي يتلمس طريقه
آثار عند الشبان الثلاثة غريزة التحدي. الناس بترفضني ليه؟ مش يسمعونا الأول؟ مش يشوفوا عندنا إيه وبعدين يحكموا؟ أنا أقول لك ليه؟ لأن إحنا اللي قبلنا الإهانة، رضينا نغني في الاستراحة والناس قايمة قاعدة رايحة جاية، علشان كده مفيش حد احترمنا يا محمد. ما هو ما كانش ممكن يا سي عبد الحليم نكون النمرة الرئيسية. ها؟ ما تتريقش يا سمير، مسيرنا بكرة هنبقى نمرة رئيسية. والعمل دلوقتي؟ العمل ما نتخلاش عن فننا، إذا كنا مقتنعين إن إحنا عندنا جديد وعاوزين نوصله للناس يبقى لازم نصمم إن إحنا ما نغنيش إلا حاجتنا إحنا، إحنا وبس، وشوية شوية هنكسب الجمهور. أيوة مسألة وقت. ما بيغرش منك إلا سياسة النفس الطويل بتاعتك دي. أنا وإنت يا موجي بنتعلم الصبر من عبد الحليم، ده عليه طول البال. عموما مثير الحظ يضرب. حظ؟ لا يا محمد، لا، ما نعلقش امل كبير على الحظ. احنا لازم نتعلم اكتر ونجود اكتر، ولكل مجتهد نصيب. وفي استوديو التسجيلات بالاذاعه كان هذا اللقاء بين كمال الطويل وعبد الحليم حافظ. صابر وعمري ايامه تجري وناسي روحي اللي مرضيته اللي قاسيته سهدي وجروحي. صابر وعمري ايامه تجري وناسي روحي اللي مرضيته اللي قسيته سهبي وجروحي. شباب الغالي ضيعته، انا جي في الهوى اسمع واملي لما صورته في اجمل صورة كان رسمي. الله 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 الله. ايه ده؟ انت بتقول اللحن ده كويس قوي يا عبد الحليم. اهو على قد ما بنعرف كمان. اسمع ما اقولك، المطرب اللي بيغني الغنوة دي اتأخر اكتر من اللازم، هنستناه كمان 10 دقايق، لو ما جاش هسجلها انت. بس دي مش اصول يا كمال. انقاذ موقف يا اخي، ودي انت لسه معتمد مطرب الجمعة دي، تبدأ بيها. حاكم الاستاذ حافظ عبد الوهاب مراقب الموسيقى والغناء. انا هغني ولا هعزف اوبوة؟ يا سيدي اقدر استغنى عن الاوبوة في اللحن ده. تفتكر؟ ما افتكرش حاجة، انا الملحن المسؤول والوقت ضيق، ودي انت حافظ لانك معانا من اول بروفات. اتفضل خد ادي الكلام اهو. كان المطرب الجديد عبد الحليم حافظ مفاجأة اسعدت كل من كان في الاستوديو لحظة التسجيل. وكان الأستاذ حافظ عبد الوهاب أكثر سعادة بهذا الاكتشاف، وقرر أن يتبنى المطرب الصاعد ومنحه اسمه ليكون عبد الحليم حافظ بدلا من عبد الحليم شبانة. والذين انتبهوا إلى اللحن الجديد والمطرب الجديد من مستمع الراديو أعجبوا به أيضا. وسرعان ما منح عبد الحليم حافظ فرص الغناء في عدد من برامج الإذاعة الغنائية، ومع الملحنين الذين كانت لهم أركان في برامج الإذاعة يقدمون فيها الأصوات والألحان. ولكن الحظ وافى هؤلاء المجتهدين، الحظ الذي استبعده عبد الحليم حافظ ذات يوم. وفي عام 1952 قامت الثورة، وبعد عامين من قيامها كانت الإذاعة تقيم حفلات في حديقة الأندلس بالقاهرة في ذكرى قيامها، وقدم برنامج أضواء المدينة المطرب الجديد عبد الحليم حافظ في إطار جديد. عزفت معه فرقة جديدة ناجحة أنشأها زميل دراسته أحمد فؤاد حسن، هي الفرقة الماسية، وكان جمهور كبير يسمعه في الحفل وفي البيوت. وغنى ألحان عبد الوهاب والصنباطي ومحمد الموجي وكامل الطويل ورؤوف دهني وحلمي بكر وإبراهيم رجب
وعبد الحميد توفيق زكي وبليغ حمدي وعلي اسماعيل ومحمود الشريف ومنير مراد وفؤاد حلمي وعلي فراج ومحمود كامل وحسين جنيد وعبد الرؤوف عيسى وعطية شرارة. يا مالكا قلبي يا آسر حبي يا مالكا قلبي يا آسر حبي النهر ظمآن لثغرك العذب النهر ظمآن لثغرك العذب. الله الله يا عبد الحليم هايل هايل. الا قول لي يا عبد الحليم يا اخوي، هو انت من انصار تعدد الزوجات ولا ايه؟ انا يا اختي؟ ها؟ ليه؟ وازاي؟ يعني الجرايد دي كلها كدابه؟ كل جريده او مجله بتاكد انك هتتجوز فلانه وفلانه وفلانه. وكل جريده او مجله بتجوزني واحده غير التانيه. طب والحقيقه فين يا عبد الحليم؟ علي يا حبيبتي. انت اختي وامي وكل حاجه ليا في الدنيا. يا حبيبي. لو صدقت الصحف دي كلها يكون اخوك عبد الحليم متجوز نص او ربع ستات البلد. طيب ومين بقى في دول كلهم هتكون صاحبة النصيب لاشهر مطرب في العالم العربي؟ عارفة لو اراد ربنا هتكون اللي بالي بالي. يا حياتي. الا على فكرة يا عبد الحليم، هي اخبارها ايه؟ باذن الله هنروح قريب انا وانتي واخويا اسماعيل عشان نخطب. صحيح يا عبد الحليم، انت يا حبيبي انت نفرح بيك بقى. نفسي ومن عيني اشوفك مستقر كده وتلاقي صدر حنين ترتاح في حنانه. انت اخده صدر حنين عليا، انت اللي شلت همي وانا صغير وعذبتك معايا في امراضي ومشاكلي لحد النهارده. ما تقولش كده يا عبد الحليم، انت هتفضل اخويا الصغير حبيبي لحد ما اشيل ولادك. ولادي مره واحده؟ طبعا. يا ستي يسمع منك ربنا. استمر التصاعد في الخط البياني لنجاح عبد الحليم، ويتوالى نجاحه السينمائي ونجاحه في الحفلات العامة والخاصة، وأصبح شريكا للموسيقار عبد الوهاب في شركة إنتاجه الفني. وخلال ذلك ركب عبد الحليم الكفاح السياسي الوطني لبلده بأغنيات وطنية قدمها في المناسبات الوطنية. وصباح يا سينا رديت المراسينا، صباح يا سينا رديت المراسينا، تعال حضننا الباقي كلنا وبخينا يا سينا يا سينا. صباح يا سينا رديت المراسينا، صباح مالك يا عبد الحليم؟ عبد الحليم انت بتعيط يا اخويا؟ خلاص خلاص عليا، امالي كلها تهدد. ليه يا اخويا بعد الشر؟ الله مالك منهار خالص كده ليه؟ سلامتك يا حبيبي، قولي في ايه؟ اخوكي ملوش بختي عليا. في ايه؟ الانسانة الوحيدة اللي كنت معلق انا اللي كله عليها. مالها يا عبد الحليم؟ رجعت في كلامها؟ يا ريت يا ريت. امال ايه يا حبيبي بس؟ قول في ايه؟ خبطني. تعيش انتي. ماتت؟ مش معقول. ايوه المرض العين حرمني منها. هي كانت مريضة؟ انت ما قلتليش ابدا يا عبد الحليم. حبيتش ازعجك وازود همك، كان عندي امل ان ربنا يشفيها ونكمل مشروع جوازنا. يا اله الا الله. معلش شد حيلك يا عبد الحليم، مش قادرة اقولك ربنا يعوضك بغيرها عشان عارفة انها كانت حبك الوحيد. دي
كانت بالنسبة لي الحب كله، الأمل كله. سبحانك يا رب، الفنان اللي بيدي السعادة لكل الناس يتحرم هو من السعادة. قدر غريب، مرض بيصيب واحد في المليون يكون من نصيب الإنسان اللي حبيتها أنا. ليه؟ ليه؟ يظهر عليها إن أخوك اتولد محروم وعاش محروم وحيموت محروم. بعد الشر عليك يا عبد الحليم، ما تقولش كده يا حبيبي. ربنا يطول عمرك ويسعدك يا رب. السعادة؟ لا، عمري ما أحس بيها، لأني مش حلاقي أبدا الإنسان اللي ممكن تملى مكانها في قلبي. موعود مع العذاب موعود يا قلبي. ليلة الثالث من ديسمبر سنة 1976 كانت آخر ليلة التقى فيها العندليب الأسمر بجمهوره. كانت على مسرح سينما ريفولي، وليلتها غنى عبد الحليم حافظ 7 أغاني، واستمر الغناء حتى 6:00 صباحا. راح الشوق من قلبه، والرقة والحنية العين. مرض البلهارسيا الذي استمر معه منذ كان يسبح في ترعة قريته مع أولاد طفولته. اتصلوا بالأستاذ عبد الوهاب وقولوا له يجهز كل حاجة لحفلة شم النسيم. غنوة من غير ليه هتنزل في معدة. وقولوا لفؤاد يحفظ الفرقة وقولهم يتدربوا كتير، والدعاية والأفيشات لازم تنزل الشوارع علشان من غير ليه مفيش وقت والمعاد قرب.
وبعد اكثر من رحلة علاج في الخارج في مساء الاربعاء في 30 مارس قطعت اذاعة لندن العربية ارسالها واذاعت نبأ وفاة عبد الحليم حافظ. بعد 17 دقيقة من البيان الرسمي لمستشفى كينجز كولج الذي كان يعالج فيه في الغرفة رقم 2438 ودفن في مقبرة خاصة كان قد اشترى ارضها قبل 17 عاما في حي البساتين بالقاهرة. وهكذا كانت رحلة العندليب الذي لا يغيب من المهد الى المجد الى اللحد. وبقي لنا فنه وصوته داعيا للحب.